نقف أمام معاناة نساء العبيد حزينة متعلمة متوجعة ساهمة، ولكنني لست عاجزة محتارة. نعم قلقة، نعم قلقة عليها كأم كأخت كصديقة كرفيقة، وقبل كل هذا قلقة على الإنسانة وعلى إنسانيتنا اتجاه هذه القضية. ربما تسألون ماذا يمكننا أن نفعل لأجلها، لأجل إسراء؟ نستطيع فعل الكثير بإيماننا بقضيتنا، أن نطرق كل أبواب المحافل الدولية كما نفعل اليوم، ومعنا أكثر من دولة على الصعيد الوطن العربي والأوروبي وأمريكا اللاتينية. نعم اليوم نحن لسنا وحدنا، المؤمنون والمنتمون لهذه القضية من مصر والأردن والعراق وتونس والجزائر، الدنمارك، السويد، ألمانيا، السلفادور وتشيلي، كلهم اليوم معنا في هذه اللحظة. سنقدم مذكرة مطالبين بالإفراج الفوري عنها، مرفقة بروايتها الحقيقية وليست الرواية الإسرائيلية والتي للأسف يتم تداولها عبر الإعلام. نحن هنا اليوم لنخفف عن آلامها، ولا بد من التعجيل بإطلاق سراحها، فهي المرأة الضعيفة والأخت الأسيرة. نعم إنها تستحق منا أكثر من وقفة تضامن وبيان استنكار وما أكثرهم. ولا ينفع الحرج عنا أبدا إن نحن خرجنا نتظاهر من أجلها تضامنا معها، بل يجب تجنيد أكبر قطاع ممكن من النشطاء والفاعلين الفلسطينيين والعرب، إضافة إلى شخصيات دولية ومؤسسات أممية وغيرها من مختلف اللجان العاملة في حقول حقوق الإنسان، لنحرك الرأي العام الدولي تضامنا معها، ولندفع بسلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنها بعد الأخذ بروايتها هذه التي يعجز القلم عن سردها واللسان عن وصفها، ولعل صورها تعبر عنها وشكواها بلسانها تنطق بحالها. وأرى أن الأمة العربية والإسلامية كلها مدانة، نعم كلها مدانة، إن هي تأخرت عن نصرتها بعد الآن لحظة واحدة، أو تباطأت في الدفاع عنها، أو قصرت في محاولة فك أسرها وإطلاق سراحها. وإلى حينها يجب دفع سلطات الاحتلال لعلاجها، أو السماح بجهات طبية برعايتها ومتابعة حالتها. لا أعتقد أنني أستطيع أن أفيها حقها مهما فعلت وفعلنا جميعا لأجلها، إن سردت قصتها وسلطت الضوء على معاناتها، أو أجدت في وصفها وأبدعت في عرض قضيتها، فهي أسمى جدا من أن يحدها قلمي وأن تؤطرها كلماتي، أو أن يرفع قدرها العالي في وقفتي، وتجعل قلمي سيفا ومن كلماتي قضائف حق، فيصغي السامعون لخطابي وإكراما لها، ويسمع اليوم المتابعون كلماتي وفاء، وتسلل النور من بين عتمة الليل وظلم السجان، وسيتحقق الوعد الحق وسيف الرجال بالعهد، وستعودين عما قريب إلى ابنك وبيتك وعائلتك، وستفرحين بحريتك، وستجرين على العمليات الجراحية التي حرمتك منها العدو، وستشفين من آثار الجروح وبقايا الظلم، وستبرئين من جراحك، وستنتقمين لجلادك. لن تتألمي من جديد، ولن تشكي من سخونة أو وجع، وستعودين بإذن الله كما كنت قبل أسرك، بهية الطلعة، سنية الهيئة، منيرة الوجه، باسمة المحيا. سينتظرك وستجدين من شعبك كل الوفاء، ومن أهلك كل الحب، الذين ينتظرونك بكل شوق ويتهيئون لاستقبالك بكل الفرح. فحتى هذا اليوم الموعود والعرس المشهود، أنا أعدك يا حبيبتي، يا أختي، يا صديقتي، ستبقى مشاعرنا متقدة وهممنا عالية،
وبيارقنا مرفوعة وصوتنا مجلل وكلمتنا مدوية. فوالله فوالله وطالله وبالله جيلنا جيل التحرير والنصر. سلام عليكم.